إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم هنا من مستشفى الحسني بمدينة الناظور. طبعا احنا مع الدكتور الشهير دكتور عبد الواحد الوزاني، طبعا رئيس قسم الإنعاش والتخدير هنا بمستشفى الحسني بالناظور. دكتور الوزاني، الأرقام غادية وكترتفع، غادية وكترتفع في بلادنا. بالأمس رقم في عهد كورونا وفي زمن كورونا ما شفناش ذاك الرقم، 6971 حالة إصابة اللي تسجلت في بلادنا، أما في إقليم الناظور 76 حالة، شفنا 31، شفنا 36، وبالأمس 76. الوضع لا يبشر بالخير. دكتور وزاني، دكتور وزاني كنشوفوك معصب مقلق، علاش الدكتور وزاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر بعدا أولا قناة شوف تي في اللي كتواكب الوضع. في الحقيقة احنا دائما في المواجهة ديال هذا الوباء، والله يرفع علينا هذا الوباء. كان عندنا أمل كبير بأنه بعد التلقيح وبعد المبادرة الملكية اللي تقامت على الصعيد الوطني وتلقيح على أعلى مستوى، والمواطنين اللي انخرطوا معنا الحمد لله واحد العدد اللي تلقحوا، ولكن ما وصلناش إلى حد الآن للمناعة الجمعية لأن ماشي أغلبية المواطنين ملقحين. هذه من ناحية، ولكن من ناحية أخرى وخل الدولة كتقوم بواحد المجهود زعما جبار، لا رجال ولا نساء الصحة ورجال السلطة وكل شيء كيعاون في هذا المجال، ولكن في نفس الوقت من جهة أخرى كنلقى واحد التراخي كبير من المواطنين. مثلا باش نهضروا هنا في إقليم الناظور، حنا كنشوفوا كاع راه ولاد الإقليم كنشوفوا داك الشيء اللي واقع، القاعات ديال الالعاب ومثلا في الكورنيش ولا هذا ولا التراخي ولا الليفوار وهذا وسميتو، هادشي ما كيبشرش بالخير، لان كنشوفوا الناس ما سميتو ما مسوقينش، ما بحال تصحاب لهم رسالينا كما كيقول المثل، دزنا الواد ونشفوا رجلينا. حنا راه مازالين في هذا الوباء، ما حدنا مازال ما وصلناش للمناعه الجمعيه اللي تلقحوا فيها 80% ديال المواطنين، راه مازال ما وصلناش، لان الانسان خصو يعرف واحد القضيه، واخا يدير لو فاكسان عندنا حالات داروا لو فاكسان الجرعه الاولى وتقاسوا بكوفيد وكيعاديو، ويدار ميم لا دوز الثانيه التلقيح الثاني وغيمكن له يتقاس بكوفيد، لان ما غتكون عنده المناعه تدوز على الاقل 3-4 سيمان تمر الجرعه الثانيه، وسميتو ولو فاكسان ما كيحميش باش يعادي ولا باش يتقاس، كيحمي باش ما يديرش حالات حرجه. ودابا للاسف اللي خايبه ما بغيناش نهضروا في الاول باش ما نبانوش بان شاك فوا راه كنخوفوا المواطنين. دابا الحالات الحرجه ولات تزادت بزاف، هادشي اللي كيخوف. والبارح توفوا جوج المرضى، سميتو قبل منها عاوتاني جوج المرضى في الانعاش كوفيد اللي جاوا في حاله حرجه بزاف، اللي كيوصلوا لواحد الحاله كنستقبلوهم في واحد الحاله لا اله الا الله. لا ساتوراسيون اون الاكسجين، نسبه الاكسجين في الدم كتوصل 40% 35%، يعني الانسان كيلهت اخر الانفاس ديالو، واخا دير لي درتي في التنفس الصناعي ما كتقدرش باش تعسقو، كيجي معطل بزاف، لانه كيكونوا اعراض بالنسبه ليه هو راه اعراض بسيطه، وهذا حتى كيتفق عليه الوضع والعائلات ما كيديوش ولا ما كيدوش ولا هذا، وكيشوف واحد الحاله صعيبه بزاف. دابا الى حدود الان دابا حاليا اللي كنهضروا فيها عندنا بالنسبه لهذا الحالات يعني تقريبا مستقره، ولكن عندهم اعراض ماشي خطيره. في الحجر الصحي عندنا 14 مريض، وفي الانعاش كوفيد كنهضر على كوفيد عندنا 3 د المرضى اللي حاله ديالهم حرجه، وكاينين شي جوج المرضى اللي كيعانوا في قسم المستعجلات الصدريه الخاصه بكوفيد، حتى هما حاله ديالهم غيستدعي اننا ندخلهم الانعاش. كنا فرحنا بقسم الانعاش اللي كان تصاوب على اساس غيداروا فيه المرضى العاديين، حتى هما كيعانيو، حتى هما من حقهم انهم يتداووا. للاسف غادي نسدو عاوتاني هذا الانعاش العادي باش غنرحلو عاوتاني قسم اخر باش نرجعو هذا الانعاش العادي الانعاش عاوتاني كوفيد. يعني كتشوفوا بان واحد المجهود كبير والطاقم الطبي والتمريضي غادي زعما في واحد استنزاف كبير. العام اللي فات كانت عندنا واحد التجربه خايبه بزاف شهر 9 وشهر 10 فاش تزادوا الموتى بزاف، وغالبا كتجي مور الصيف، لان الصيف كيكون التكاثر الجاليه، الانسان كيهذا كيخرجوا الحفلات، هذه راه القرار الاخير بان تمنعوا الحفلات وتمنعوا سميتو هذا المراسم ديال الجنائز، ولكن هذا ما كيمنعش بان الناس مازالين الى حد الان كنشوفوه ما مسوقيش تماما. دائما كنرجعوا هذه المسائل، ما حدا مازال ما وصلناش المناعه الجماعيه، ضروري الكمامات تكون كمامه هكا
وفي نفس الوقت يكون التباعد الاجتماعي، وفي نفس الوقت نستعملوا الوقايه دائما، نغسلوا يدينا لي سوليسيون ايدغو الكوليك وهكذا. اذا هذه المسائل كنركزوا عليها بزاف باش ما نوصلوش للحالات الله يحفظ اللي وصلوا ليها شي بلدان، بحال مثلا في تونس راه شفتوا الحاله اللي وصلوا ليها. هذا الشيء راه بالتراخي ديال واخا تلقح واحد العدد ديال الناس، راه ما حدك مازال ما كسبتيش المناعه الجماعيه، راه مازال ما راكش محمي. ياك دكتور، دكتور شنو كتقول الساكنه الناظور بانه الوضع بالناظور؟ هذه حقيقه، هذه ارقام من وزاره الصحه. شنو كتقول ساكنه الناظور لانه الوضع لا يبشر بالخير هنا بمدينه الناظور؟ حنا الحمد لله دائما كنا كترجوا الخير في هذا الشيء ديال سميتو ديال التلقيح، ولكن راه التلقيح بوحدو راه ما غايحميناش في هذه المده، لان مازال ما وصلناش للعدد الكبير للناس اللي ملقحين. اذا ما عندناش الاختيار، هذا الشيء اللي باغي ندخلو دائما كنقولها، راه باش نوصلوا للمناعه الجماعيه خصنا الوعي الجماعي. شنو هو الوعي الجماعي؟ الوعي الجماعي خصنا نتعاونوا جميع، حنا في مركب واحد، الله يخليكم، حنا في مركب واحد، حنا كلنا كنعاني. الا شي واحد سمح في هذا عارف بان راه غيمرض شي واحد، غينقل العدوى، وخاصه الشباب. راه ولينا دابا كنشوفوا المرضى اللي صغار في السن، السيده اللي توفات عندها 41 عام، والسيد اللي توفى مؤخرا عنده 36 عام. ما نقولوش بان راه شاب راه ما عندوش امراض. دابا راه ولاو الناس اللي كبار اللي ملقحين شحال هذه اللي بدات بهم الدوله اكثر من 70 عام و 75 عام، واخا كيديروا اعراض خفيفه لان كسبوا المناعه ديالهم، ولكن الاخرين راه مازالين ما عندهمش المناعه، ولا مازالين ما داروش الفاكسان، وشي وحدين الى حد الان مازالين ما بغاوش يديروا الفاكسان. ما فهمتش انا فين غادي؟ ما خفتيش على راسك؟ ما خفتيش على العائله ديالك؟ ما خفتيش على الناس اللي حداك اللي قرابين ليك؟ عندك شي حد في الدار اللي زعما عندهم مرض مزمن ولا شي حاجه اللي غادي تعاديه؟ اذا هذا الشيء راه ولا خطر، الله يرضي عليكم. النصيحه كنقولها وكنعاودها، المسائل الاحترازيه ضروري نبقاو ملتزمين بها. هذا الوعي الجماعي خص يدخل عندنا في سميتو ضروري، كوم ابيتود ضروري يكون لو ماسك. لو ماسك من الاحسن يكون طالع على النيف بحال هكا، ويكون التباعد الاجتماعي، ويكونوا الوسائل الوقايه. هذا الشيء اللي علاش كناكدوا. وشكرا. شوف تي في دكتور الوزاني، طبعا الطبيب الشهير ديال كورونا هنا في مستشفى الحسني بالناظور، ورئيس قسم الانعاش والتخدير هنا بالمستعجلات بمستشفى الحسني بالناظور، شكرا لك. اذا دكتور الوزاني، شكرا. طبعا كيحذر المواطنين وبالاخص ساكنه الناظور، لانه الارقام غاديه وكترتفع في مدينه الناظور. شفنا 31، شفنا 33، شفنا 36، شفنا 76، الوضع لا يبشر بالخير بتاتا هنا بالناظور. راه كنتمناو من الناس ديال السلطات ومختلف الاجهزه الامنيه يضربوا بيد من حديد. راه كاين واحد القاعه ديال الالعاب بالقرب من كورنيش الناظور، راه الالاف والمئات ديال البشر تما، ما كاين لا تباعد لا كمامه ولا حتى شي حاجه. راه هذا في حد ذاته راه تقدر تشكل واحد البؤره خطيره متتبعينا في ذاك الفيريه، كما بغينا نقولوها هكا لساكنه الناظور، فيريه راه كتشكل واحد الخطر على الساكنه. وحنا كنعرفوا الطاقه الاستيعابيه ديال المستشفى الحسني بالاخص الجناح ديال الكوفيد. ياك الدكتور، بالنسبه للطاقه الاستيعابيه ما كتستحملش الدكتور ديال الطاقه الاستيعابيه؟ دابا بالنسبه للانعاش مثلا هنا كان 10 الاسير مجهزه وهذا، ولكن شحال ما كبرتي الطاقه الاستيعابيه الا كان هذا التراخي هذا غادي وكيتزاد، شحال قدك ما تزيد؟ هذا راه خصنا نعرفوا بان مستشفى اقليمي، المستشفى الاقليمي ما يمكنش تفوت في لي نورم ديال المينيستير لا سونتي، يمكن لك تفوت 8 10 د الاسيره لو ماكسيموم. حنا هذا الانعاش اللي عادي اللي كان المفروض يكونوا فيه المرضى العادي، الانعاش راه كاين ميزاكسيدون كاين هذا، راه حنا غنحولوه دابا لسميتو. كنا درنا الانعاش الاخر ديال كوفيد اللي فيه 4 د الاسيره، دابا مع زادوا الحالات راه رجعوا عاوتاني لهذا الانعاش، غنردوه الانعاش. شحال غنقدوا؟ راه ما بقاتش في عدد الاسيره، فين هما البيرسونيل اللي غيخدموا مع هذا الشيء؟ مع هذا العدد اللي غيتزادوا ديال المرضى، لما غيبقاو يتفاقموا عليه كيتزادوا 20 30 40 حاله، غنوليو في واحد الحاله راه غنرفعوا يدينا للسماء، لا اله الا الله. راه ما كاين حتى شي مستشفى غيقد على هذا الشيء، الا بدا بقينا في هذا التراخي والناس ما مسوقاش، وحنا كنموتوا هنا بالليل وبالنهار ونتقاتلوا ودبر البلاصه، شوف هذا المريض عتقوا هذا، زعما ماشي معقول هذا الشيء. فالله يخليك نقولها وكنعاودها، ضروري المسائل الاحترازيه نلتزموا بها. نتمنى ان شاء الله مع هاد لو فاكسين اللي تلقحوا واحد العدد من الناس كبير غادي نفوتوا لبر الامان. الله يجازيكم وشكرا شوف تي في. شكرا. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، وصلنا لنهايه البث المباشر هنا من مستشفى الحسني بالناظور، والى اللقاء في لقاء مباشر اخر.